وجرايل الشارع ياما. انا لا شايفه لا حد رايح ولا جاي ولا عربيه حتى. بختنا المهبب يا بنتي، النهارده حولوا المنور من الشارع ده للشارع اللي هناك عشان يصلحوا المطبات. وهم عشان يصلحوا المطبات يقوموا يوقفوا حنا؟ هنعمل ايه يا بنتي؟ نعمل ايه؟ نشتكيهم. عم الزقزوق بقى بيفهم في القانون وفهمني، بيشتغل حاجب كبير قوي في المحكمه. احنا نقول له يعمل لنا قضيه وقف حال وناخد تعويض. ودي تترفع فيني محكمه يا بنت؟ انا شعرفني هو قال لي كده. يا بنت يا بنت، ده زقزوق افندي حاجب محكمه، عارفه يعني ايه حاجب محكمه؟ هو قال لي ان القاضي ما يقدرش يدخل المحكمه الا لما هو يقول له. شوفي بقى يبقى مركزه قد ايه. ده انت تركي هبله وعلى نياتك يا بنت. يا بنت ده زقزوق افندي غلبان وكحيان وعدمان وعلى قد حاله، ده كل يوم الصبح يجي يستلف الجرنان يقرا ويرجعه تاني. ما عشان ما بيلاقيش اسمه فيه بيرجعه. اصل هو مش فاضي، هيعمل ايه؟ اهو قصدنا على طول، اهو اهو جاي ياما اهو. يا سلام، ماشي ماشي قاضي صحيح، رجلي ورا ورجلي قدام. صباح الخير يا بطاطا. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا ام بطاطا. صباح الخير يا زقزوق بيه. بقول ايه يا استاذ؟ نعم. احنا عندنا مشكله كده. لا مفيش النهارده مشاكل، مش عاوز اسمع مشاكل من حد، مش فاضي. اديني الجرنان بسرعه، انا لازم اروح افتح الجلسه بعد نص ساعه، وانتوا عارفين ان انا لازم افتح الجلسه، لان انا اذا ما فتحتهاش ما تحش تتفتح، واذا ما اتفتحتش مش هتتقفل. اديني الجرنان. الجرنان؟ ايوه. ما كانش يتعز يا زقزوق افندي. يعني خليك قاعد، يمكن يجي وانت قاعد. ايه الحكايه؟ مش فاهم. ايه يا ام بطاطا؟ اصلي يا اخويا الجرنان ما طلعش النهارده. جرنان النهارده ما طلعش النهارده؟ امال هيطلع امتى؟ ليه؟ يكونش ياما عشان حولوا المرور من الشارع ده للشارع التاني. يمكن يا بنتي. شفت بقى يا عم زقزوق، عشان حولوا المرور من الشارع ده للشارع التاني. العربيات ما بقتش تعدي من هنا، وطبعا عربية الجرايد ما عدتش من هنا. وطبعا الجرنان مش هيجي، وطبعا انت مش هتقدر تقرا الجرنان، وطبعا هتزعل وهتتنرفز. هتعمل ايه بقى يا زقزوق افندي؟ ايوه بس ليه مفيش جرايد؟ ليه المرور اتمنع من هنا ليه؟ انا عارفه يا زقزوق افندي يا اخويا. في ايه؟ في عشان يصلحوا المطبات. ومين اللي عمل المطبات؟ مش احنا. يرضيك برضو وقف الحال ده؟ يرضيك؟ لا 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 طبعا ما يرضنيش، انا راجل بتاع حق واحب الحق ومع الحق، ولو اني مش واخد حقي لكن هاخده. بقول ايه يا زقزوق افندي؟ نعم. بقول ايه، احنا عاوزينك بقى تعمل لنا قضيه وقف حال وناخد تعويض. قضيه وقف حال؟ وتاخدوا تعويض؟ طبعا ممكن تعملوا قضيه وقف حال وتاخدوا تعويض حوالي 1000 جنيه. يا سلام. 1000 جنيه. طب 1000 جنيه طبعا ما ترفع لنا انت القضيه دي هي يا زقزوق افندي، وتاخد لك 500 من الالف. مين اللي يرفع القضيه؟ انت يا زقزوق افندي. انت مش بتشتغل حاجب في المحكمه؟ طبعا بشتغل حاجب في محكمه. امال يعني بشتغل حاجب في مطعم؟ ها انا 35 سنه حاجب في محكمه. امال ايه يعني؟ راجل مش شويه، راجل مهم. طبعا مهم. شفتي بقى ياما؟ شفتي؟ اصل امي مش عايزه تصدق. مش عايزه تصدق ايه؟ اقول لها ان عم زقزوق راجل مهم. تقول لي مش قوي. مش قوي يعني ايه بقى؟ يعني مش مهم قوي يعني. يعني ايه مش مهم قوي؟ ما هو دي عاوزه افهمها يعني. انا؟ طب ده انتوا الناس اللي حواليكوا كلها هنا بتحسدكوا عشان انتوا صحابي. يا سلام. امال ايه؟ انا لما بقعد على القهوه اللي في حتتنا، الناس اللي جايه واللي رايحه قدام القهوه يقعدوا يشاوروا عليا. البيل حاجم هناك اهو، البيل حاجم هناك اهو، البيل حاجم اللي هناك ده. وبقى ايه؟ قاعد على القهوه وواحد كده ماسك لي كوبايه شاي وواحد كده ماسك لي كوبايه قهوه، شفطه من هنا وشفطه من هنا. اتفضل يا سعاده البيل حاجم، اتفضل يا سعاده البيل حاجم. ولما اخش حته زحمه عدوك على اللي يحصل هناك يجروا قدامي بقول وسعوا للبيل حاجم، وسعوا للبيل حاجم. وبيوسعوا يا زقزوق افندي؟ طبعا بيوسعوا. امال يعني ايه؟ بيضيقوا. شفتي بقى ياما؟ شفتي؟ اصل امي مش عايزه تصدق. ايوه ما مش هتصدق لما اخدها المحكمه ولبسها قضيه بست اشهر. يا اخويا كفى الله الشر يا بتي. بقول ايه، الساعه بقت 9، مش هتروح المحكمه؟ زمان القاضي قاعد متعطل. لا النهارده معلش، كل ما اتاخرت الجلسه دقيقه كل ما رقبه المتهم دعت لي. رقبته يا اخويا هتدعي لك؟ ايوه اصل النهارده
قضيه قتال قتله فظيع جدا يا ساتر. والتهمه ثابته عليه. راجل شكله فظيع جدا يا ابو بطاطا. شكله ايه؟ صورته طالعه النهارده في الجورنال. يا سلام. شنبه لوحده. شنبه. انا قست الشنبه. قد ايه؟ متر ونص. ما شاء الله. متر ونص طول. يا سلام. واربعه متر عرض. يا الله. وعينيه بقى عينيه واسعة كده اهو كده اهو. حاجة شكلها مخيف قوي. النهاردة صورته في جورنال الراجل. صحيح. ضروري طبعا. يا لهوي شكله ايه الراجل المرعب ده؟ متصور في انهي صفحة؟ جورنال امتى ده؟ جورنال النهاردة. جورنال النهاردة؟ اه. بتستخبي يا ام بطاطا؟ جورنال النهارده وبتخبوه مني ليه يا ام بطاطا؟ اصل انت عايز الحق. ايوه طبعا عاوز الحق. عشان نخليك تتنرفز وتعمل لنا قضيه. طب مش هرفع لك قضيه. طب انت عايز الحق الحق الحق. ايوه طبعا عاوز الحق الحق الحق. اصل انت كل يوم بتاخد الجورنال تقراه وترجعه، لما ما بتلاقيش اسمك فيه بتقراه وترجعه وتزعل وتتنرفز، وانا مش عايزك تزعل وتتنرفز. وانا يعني بزعل واتنرفز واكشر من غير سبب؟ طبعا لا. لازم فيه سبب. لازم العلاوة ما جاتش. لا والله يا ام بطاطا انا ما ببصش ابدا للمسائل الماديه دي. انا يهمني جدا المركز الادبي والاجتماعي، وانا مش واخد حقي في المركز الاجتماعي خالص، وده بقى غيظني غيظني جدا. حاجه فظيعه جدا. كل يوم تطلع الجرايد وفيها القواضي مكتوب فيها اسم القاضي واسم المحامي واسم وكيل النيابه والمتهم والشهود واللي قاعدين يتفرجوا، ويجوا لحد اسم الحاجب اللي هو انا ما انكتبش، لحد اسمي والقلم يتقصف، لحد اسمي والحبر اللي في المطبعه يخلص. دي بقى ما تنرفزي. لا لا, لا لا يا عم زقزوق، ليك حق تزعل وتتنرفز كمان. واحنا كمان يا زقزوق افندي لينا حق برضو نزعل ونكشر عشان وقف الحال ده. اتفلقي عشان تاني مره ما تخبيش مني الجورنال. مش عيب تضحكوا عليا وتضيعوا وقت سدد. بقول ايه يا عم زقزوق؟ ايوه. انت لو طلع اسمك في جورنال النهارده مش هاخد منك اقل من نص جنيه حلاوه. رجع لك تاني جنيه. والله يا بنت يا بطاطا جنيه. نقرا بقى الحوادث والقضايا عشان الواحد يخش الجلسه كده ومخه مليان ماي. كنت القاضي مش عارف مثلا النيابه السيد الموضوع وقف المتهم مش موجود على الشهود محمد وابراهيم وحسن وحسان وابراهيم استاذ احمد وفتحت الجلسه. وفتحت الجلسه. فتحت الجلسه. اتفتحت كده الجلسه. محدش فتحها. فتحها مجهول. انا مجهول. انا زقزوق افندي مجهول. اتفتحت كده. اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني عشان يكتبوا اسمي؟ قاتل قتيل؟ قاتل قتيل عشان يطلعوا اسمي في الجرنان؟ دي حاجه تنرفز. دي حاجه تنرفز. يا خرابي. دي حاجه تنرفز. يا ساتر يا رب. يا ساتر. يا ساتر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب. الراجل اتصدم صدمة كبيرة قوي. ادي اللي جابنا من الشارع التاني. الراجل صدمته العربية حدفته من هنا جابته لحد هنا. لا حول الله ده اتحدف فيك 16 متر. يا لهوي. يا زقزوق أفندي شوفه وخد نمرة العربية. يا زقزوق أفندي إلهي خليك. يا لهوي العربية اللي صدمت الراجل هربت. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. عايز تيجي معايا يا ام بطاطا؟ طب يا اخويا اسمع. تعالى يا اخو تعالى نروح. لا يا ابني لا حول ولا قوه الا بالله. يا يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. ايوه اساله على نمره العربيه. طيب نمرتها كام؟ نمرتها ايوه. اديني ورقه وقلم بسرعه. يا اخوي اديني ورقه. نمره خطيبتي. خد يا اخوي خد. نمرتها ايوه يا ساعه البيان تحت امرك. نمرتها ايوه يا فندم. 8 ايوه 9 ايوه 8 ايوه 9 ايوه يا فندم. الجيزه قضية المرور يا زقزوق افندي. طبعا طبعا قضية دول 4 قواضي. الواحدين طبعا. اسم سيادتك ايه يا فندم؟ ايوه محمود. ايوه السيد. ايوه فندم. سلامه محمود السيد سلامه. المهنه بتاعت سيادتك ايه؟
صحفي. صحفي؟ سيادتك صحفي؟ طب والله دي فرصة عشان أشكر سيادتك. أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، كل يوم يطلعوا في الجرانين القضية ويكتبوا فيها اسم القاضي ويكتبوا أسماء المستشارين والنيابة والشهود والمتهمين وكل الناس، ويجوا لحد اسم الحاكم سعادة البيه. يا ربي الراجل ما يا عيني على شبابك يا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جدع وفاء. الله يرحمك ويحسن إليك. إيه؟ عشان حد يسرقها. لا حول ولا قوة إلا بالله. شليه هنا في الأمانات يا مبطل. هات يا أخويا هات. أنا دلوقتي أنا وإنت هنبقى شهود. أنا وإنت؟ طبعاً. لا يا زقزوق أفندي، إنت بس اللي شاهد، حرام عليك. وأنا قد البوليس. وفيها إيه؟ وما هيتهموك إنت بقتله؟ يا خرابي. أنا هكلم بوليس النبدة. يا لهوي، اسمع كلمه بس أوعى تجيب سيرتي. طيب دي مكالمة إنسانية. طيب يا أخويا أوعى تجيب سيرتي. الو بوليس النجدة؟ ايوه يا فندم، انا عاوز ابلغ سيادتك عن حادثه حصلت. ايوه في الشارع اللي انا واقف فيه يا فندم، شارع ابو ستيت المتفرع من شارع ابو حمادات امام كشك السيده الفاضله ام بطاطا. يا خرابي. أيوه. انا مش قلت لك ما تجيبش سيرتي يا خبر قد البوليس. انت عايز تقفل لي الكشك يا زقزوق افندي؟ الو 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 يا بوليس النجدة. ايوه ايوه. ايه حصلت في الشارع اللي فيه العربيات؟ ايوه احنا شارعنا مقفول وحنا واقف، يعني وبطاطا مالهاش ذنب لا هي ولا الكشك. اكتب عندك يا اخويا. اكتب اكتب اسم الله عليك. ايوه اكتب. ايوه اكتب. ايه عاوزه تودينا في داهيه معاكي؟ خرابي ولا مو بطاطا؟ لا مؤاخذه يا كابتن. ايوه يا فندم انا اللي مبلغ. ايوه فندم، هو الخبطه حصلت بعيد لكن حدفته على الدكه اللي جنب الكشك. ايوه فندم. هو ميت. مين اللي كشف عليه؟ انا اللي كشفت عليه طبعا. ايوه فندم، انا بشتغل في محكمه وعارف كل الحاجات دي طبعا، افهم شويه. ايوه فندم في الطب. فندم هتبعته للاسعاف؟ طب يا فندم اسمي انا. ايوه فندم اسمي زقزوق المحلاوي، نمره بطاقه 849 مصر القديمة، نمرة العربية 98 98 الجيزة، واسم المتوفي. اسم المتوفي يا فندم، ثانية واحدة لو سيادتك. أيوة فندم، محمود السيد سلام. المهنة صحفي. هتطلعوا الحاجات دي في الجرايد يا فندم؟ هتطلعوا اسمي في الجرايد؟ نعم. أنتوا مش مختصين بالحاجات دي؟ طب يا فندم أنا آسف، أنا آسف يا فندم، أنا آسف. أنا فاكر إن يعني إن سيادتك اللي بتدي اللي بتوع الجرايد عشان ينشروا يعني الحوادث. أيوة يا فندم أنا واقف جنبه، هو في شارع أبو ستيت المتفرع من شارع أبو حمادات أمام كشك السيدة الفاضلة أم بطاطا. أيوة يا فندم، مع السلامة يا فندم، شكرا جزيلا. الحمد لله. دلوقتي أنا آخد أجازة بعذر قهري عشان واقف جنب الجثة، مش همشي. أنا بقى اللي همشي. تعالي هنا. انت عاوز يتهموكي في القتيل ولا ايه؟ نعم. يتهموني ليه بقى؟ وانا كنت عربيه اللي صدمته؟ لا يا اخويا انا ماشيه، ولو كنت عايز تاخد نمرتي خدها، لكن بالحق قولي انت كنت شفت نمره العربيه اللي صدمته عشان تقول للبوليس عليها؟ لا، هو اللي اديها لي. قال لي 98 98 دي نمرتها الجيزه. قال لك دي نمرة العربية ولا نمرتها؟ قال لي نمرتها. مش يمكن دي يا اخويا تكون نمرة مثلا مراته ولا امه؟ يا حبة عين امه. يا حبة عين امه؟ يعني ايه؟ يعني يا اخويا هو قال لك دي نمرتها ولا قال لك دي نمرتها وبس؟ لا، قال نمرتها وبس. يبقى بقى فيها كلام. نهار ابيض، تشككتيني يا وليا ليه كده؟ مش حرام عليكي دلوقتي اخش المحكمه بدل ما كنت بخشها وانا مرفوع الراس ادخل فيها وانا مدلدل الودان؟ لكن قولي يا زقزوق افندي، ازاي الراجل العربيه تضربه هناك
وتجيبه لحد هنا من غير ما ينزل من جسمه ولا نقطة دم. ما هو من صدمة العربية نشف دمه فدمه هرب فتوفى. دي حاجات واخدينها في الطب بتاع المحكمة طبعا. يا سلام، انا اضرب بقى تليفون بالنمرة اللي قال عليها دي. هتضرب البوليس تاني؟ لا يا ست، النمرة اللي ادهاني دي شوف يمكن حد يعرفه فيها. يا خرابي. 8 9 9. الو، منزل الاستاذ محمود السيد سلامه؟ إيه لا يا فندم، ده مش بيته. اه طب يا فندم انا متاسف، انا افتكرت ان ده بيته. لا، ما هو زي بيته برضه. في حاجه يعني سيادتك تعرفيه؟ انا خطيبته. حضرتك خطيبته؟ هو هو خطيب. ده خاطب يا عيني يا ام بطاطا، لا حول ولا قوه الا بالله. يا عمي خاطب يا ام بطاطا، شوفي ربنا لا اله الا الله. الو، ايوه مدمسي. انت يا استاذه اللي بتتكلم، حضرتك مين الاول؟ انا اصلي افتكرت ان دي نمره عربيته اللي ادهالي. نمره ايه وعربيه ايه؟ هو ما عندوش عربيات، ولا يمكن يكون اشترى عربيه وعملها لي مفاجاه. اسمع، اوعى تكون انت هو عامل صوتك زيه وبتقلده. لا يا فندم، انا ما بقلدش ولا انا هو ولا هو انا. وافتكر برضه هو ما عندوش عربيه، انا بتكلم عن العربيه الثانيه. عربيه ثانيه يعني ايه؟ قصدي العربيه اللي هربت. هربت؟ ايوه يا فندم، هربت. يعني ايه هربت؟ الله، هم خطفوا محمود وهربوا بيه؟ لا لا لا، هيخطفوا ايه يا فندم؟ ما خطفوش ولا حاجه، هيخطفوا واحد طوله 6 متر في 8 متر بس. الله، سهت كده عشان اعرف اكلمك. امال ايه الحكايه؟ اسمع بقى، اوعى يكون عاوز ياجل الخطوبه. لا، احنا عاملين كل استعداداتنا لليله دي، فاهم ولا لا؟ انتوا عاملين استعدادكم كمان لليله دي؟ طبعا، دول عاملين استعداد للخطوبه النهارده، ام بطاطا وفرح وحاجات. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذ، أنت اللي على التليفون. أيوة مزيد، أنا مع سيادتك، أنا شايف سيادتك كويس، قصدي سامع سيادتك كويس. حضرتك مين الأول؟ أنا فندم زقزوق المحلاوي، حاجب المحكمة. محكمة؟ يا خرابي، يبقى أعملها. أنا قلت له مش عايز سبكة ولا زفت. إيه اختلى صاحب السوق؟ يعني يا حظ اللي زي الزفت يعني. يا ابو دمازيل، لا اختلس ولا حاجه، بس اسمعيني واهدي كده عشان اعرف اكلمك. انا جيت انت متلبشه. طب اتفضل قول ايه الحكايه. ايوه، اصله هو كان ماشي وبعدين اتحدف. اتحدف؟ ايوه. ايه، حد اتخانق معاه وحدفه بعيد؟ لا لا، ما حدش حدفه بعيد ولا حاجه، ده هي كده اتحدف قضاء وقدر. قضاء وقدر؟ مش فاهم يعني. من 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 خبطة العربية. عربية؟ يا نهار اسود، خبطته عربية؟ يعني ايه؟ اتعور؟ لا لا يا فندم، ما اتعورش ولا حاجة. يبقى يعني ايه ما اتعورش؟ يعني ما نزلش منه دم؟ لا، ولا نزل منه دم خالص. طيب خليه يكلم. دي بقى مش ممكن. ليه؟ اصله معذور، يعني معذور. الله، طب هو فين دلوقتي؟ هو يا فندم موجود جنبي هنا دلوقتي في شارع ابو ستيت، المتفرع من شارع ابو حمادات، امام كشك السيده الفاضله السيده ام بطاطا. طب مش راضي يكلمني ليه؟ معذور بقى يعني. هو اعرف بس ليه؟ اصله ولا مؤاخذه البقيه في حياتي. مش قلت لك ما تجيبش سيرتي ابدا؟ اهي دلوقتي من كل الكلام اللي انت قلته مش هتفتكر ولا كلمه غير كلمه ام بطاطا، وقليل ما جابت حاجه وخبطتني بدماغي فيها وقعدت لي جنبه. ها، بطاطا، قلت لك 100 مره ما حدش يعلي صوته عليا، ثاني مره بس علي صوتك عليا ابدا، فاهمه؟ تتكلمي بحس واطي معايا، انا بس اللي علي صوتي بس. مين اللي بتقوليه ده؟ مين؟ بركن؟ ما تزعق وانا سكت لها. انا ما حدش يعلي صوته غيري انا في المحكمه. محكمه؟
يا الساعة كم مع حضرتك؟ إلا ربع. يا ده أنا اتأخرت قوي. أنا كمان اتأخرت قوي. ليه كان وراك إيه؟ كان ورايا محكمة. طب إيه اللي أخرك؟ حادثة دي حصلت هنا، خبطت شاب زي حضرتك كده لطيف اتصدم توفى إلى رحمة الله وجبناه على الدكة اللي جنبنا. لا حول الله. لا حول الله. اسمه إيه ده؟ الله يرحمه بقى. الله يرحمه. اسمه إيه؟ اسمه محمود. محمود إيه؟ محمود السيد سلامة. محمود السيد سلامة؟ أيوة. بيشتغل إيه ده؟ صحفي. محمود السيد سلامة صحفي؟ أيوة. هو فين ده؟ أهو نايم هنا على الدكة أهو. إيه ده؟ الجثة كانت هنا على الدكة. جثة؟ أنا اتنشلت. اتنشلت؟ أنا اتنشلت. اتنشلت؟ الجثة. الجثة من فضلك. جثة إيه؟ الجثة بتاعت محمود السيد سلامة أنا كنت سايبها هنا ومغطيها بالجرنان ومحرز عليها. يا عم أنا محمود السيد سلامة وبشار صحفي. نعم. يا أستاذ إذا كنت عاوز تتريق روح اتريق بعيد، مع السلامة، إحنا فاضيين لك. يا سيدي أنا بكلمك عن نفسي، أنا محمود السيد سلامة وبشار صحفي. أنت محمود السيد سلامة؟ أيوه أنا محمود السيد سلامة. اللي كان ميت هنا؟ لا ميت لا. اللي كان نايم وعليه الجرنان؟ آه أنا اللي كنت مغطي الجرنان. ايه ده؟ ايه في ايه؟ وازاي تصحى يا استاذ من غير اذني؟ اذنك؟ ايوه. ليه انت مين انت عشان اخد منك اذن؟ انا المبلغ. مبلغ؟ انا بلغت البوليس والاسعاف انك ميت. ميت؟ ايوه. وازاي تبلغ البوليس والاسعاف ان انا مت وانا صاحي؟ ها؟ هو انت بقى اللي كنت كاتم نفسي بالجورنال عشان تموتني في ليله خطوبتي؟ طب انا مش هسيبك وهديك في 60 دقيقه. لا انا اللي مش هسيبك. انا اللي مش هسيبك. الحق يا ابو بطاطا. يا زقزوق افندي الحقي الحقي قبله. ايه؟ الميت صحي. يا لهوي ما صوتيش. يا خرابي ما صوتيش. ما حدش يصوت. يا خرابي صحي الميت. لا انا مش قاعده لك هنا ابدا، انا همشي. حتى الكشك هسيبه لك مفتوح، ولما بطاطا تيجي تبقى هي تقفله بمعرفتها. تعالي يا ابو بطاطا. تعالى انت هنا يا ابو بطاطا. تعالي بقول لك مش هسيبك انا. انت هتسيبيني لوحدي مع ده يا ابو بطاطا؟ تعالى ده كبير عليا يا ابو بطاطا. مبطاطة؟ أي. انت ازاي تبلغ البوليس ان انا مت وانا حي؟ افرض دلوقتي جم شالوني ودوني على المستشفى ودفنوني، اروح في طيس عشان خاطرك انت؟ طب انا مش هسيبك، انا هوديك في 60 داهيه. لا انا اللي هروح في داهيه لو سبتك. ايه؟ انا اللي هروح في داهيه لو سبتك. انا بلغت عنك البوليس والاسعاف واديتهم نمرتي وبطاقتي وعنواني واسمي، وانا لا يمكن بلاغي يطلع كاذب. انا راجل بشتغل في المحاكم وافهم في القانون كويس. اتفضل. اتفضل فين؟ نام فوقك. انا فوق الدكه وموت زي ما كنت. اموت زي ما كنت؟ ايوه. انت راجل انت مجنون؟ اتفضل. انت مجنون يا راجل انت؟ اكيد مجنون. انا مجنون؟ ايوه مجنون. طب خليك معايا، افرض ان انا مجنون وخليك انت عايق. معايا؟ ايوه معاك. خليك معايا. معاك. واحد ماشي في الشارع كويس؟ كويس. وخبطته العربيه. آه! بوم. ايه ده بقى، هو اللي عمل كده ولا العربيه؟ الخبطه. كل ده الخبطه. آه! بوم. بوم. يعني العربية قالت بوم. اتخبط. ده كده اتخبط. بوم. طب ايه اللي طارت فوق دي بقى؟ اتحدف 16 متر وقع. بوم. بعدين بوم. يحصل له ايه؟ يعني دي 16 متر. ايوه. بوم سقط هو على طول. وقع. كويس. ماله ده بقى؟ ده يحصل له ايه؟ لازم يموت بعد الاقاق دي كلها، لازم يموت. عظيم. ها؟ اتفضل بقى. اتفضل فين؟ اتفضل هنا. هو انا اللي حصل لي الاقاق اللي انت عمال تقولها من الصبح دي؟ اتفضل موت هنا دلوقتي. اموت اعمل ايه؟ انا موت؟ ده بيقول لي موت. يا فندم اتفضل موت وما تتعبنيش. انت اكيد مش عاقل يا راجل انت. بص لي. ما تبص لي. بقول لك موت احسن لك. موت. مد رجليك. ايه يا راجل انت؟ مد ايديك. الله. هتعبني ليه؟ اتعبك؟ يا عم انت عاوز مني ايه بالظبط؟ نعم. ام بطاطا. ام بطاطا. ايوه يا عم. عايز البس سجاير. ام بطاطا. مش هنا والنهارده، احنا قافلين المحل. قافلين؟ ايوه. فاتحين كده على الفاضي وتقول لي قافلين؟ ايوه. قافلين ليه بقى؟ عشان عندنا حاله وفاه. ها؟ ابو بطاطا ماتت؟ ابو بطاطا ماتت؟ دي حبيبتي يا ابو بطاطا. خد يا راجل انت. خد يا راجل انت. اتنيل انت الاخر كتكميله. بدور على ايه؟ كان في جزمه بتاعتي هنا. شكلها ايه؟ شكلها بني كده وليها حزام كده. في جزمه بحزام؟
مش بحزام، شكلها بني وخلاص. فين هي؟ كانت محطوطه هنا. كانت محطوطه. طب كنت لابسها؟ انا ما اعرفش كانت محطوطه فين. انا شايلها. شايلها فين؟ في الامانات. طب قوم هات الجزمه. بقول لك في الامانات. بقول لك قوم هات الجزمه احسن لك. احسن لك هات الجزمه وما تعطلنيش. انا ورايا مشوار دلوقتي، رايح اقابل خطيبتي واقفه في الشارع مستنياني. فاهم؟ طب انا كمان معطل المحكمه، والنهارده عندنا جنايه قتل فيها اعدام. اعدام؟ امال ايه؟ طب هات الجزمة. اسف يا راجل، خطيبتي واقفه مستنياني. خطيبتك زمانها جايه هنا. زمانها جايه؟ ايوه. انت بلغتها؟ طبعا. يا اخي كك وجع قلبك. الله يخليك. انت ازاي تتسرع وتتنيل تبلغ خطيبتي ان انا مت؟ تبلغها ان انا مت وانا صاحي؟ مش احسن ما الخبر يجي لها من بره؟ بره خبر يا راجل انت. خبرك. خبري؟ طبعا. يا نهار مش فايت. انت عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ما انتش عارف ايه اللي هيحصل هناك. ايه اللي هيحصل يعني؟ انت بوصل الدنيا دي، الدنيا كلها هتتقلب نكد يا راجل. حرام عليك يعني، الفرح دلوقتي هيتقلب ميت. والنهارده في فرح؟ طبعا فرحي. بتاع مين؟ فرحي انا، خطوبتي النهارده. طيب بتزعق ليه؟ بزعق ايه؟ انت حاسس باللي حاصل؟ كويس. في يعني كل المعازيم دلوقتي اللي كانوا جايين يهنوا هيجي يعيطوا وهتتقلب نكد. الله ينكد عليك يا شيخ روح. عامل بوفيه في الفرح؟ طبعا عامل بوفيه. ده انا خليت خالتي عملت لي جمعيه ابطال الاول عشان اعمل البوفيه ده ب 600 جنيه البوفيه لوحده. في اكل؟ ما يعني بوفيه هنعمل فيه ايه؟ هنعمل ايه في البوفيه ده؟ يعني هنقعد نسلم على بعض؟ ما اعرفش، انا اصلا ما رحتش البوفيهات بتاعت الناس. طبعا الاكل كويسين اللي زي حضرتك. جايبين 12 خروف. 12؟ امال ايه؟ 30 ديك رومي، فراخ وحمام. كل دول هتاكلوا؟ ما محطوطين زينه يا عم انت. ده غير الحلويات بقى. في حلويات؟ طبعا. في ايه؟ بقلاوة وكنافة ومهلبية ورز بلبن. ايه ده؟ حاجات كتير قوي. كل ده هناك؟ غير الفاكهة طبعا. لا ما تخافش مش هيبوظ. انا هروح اخد زكية واروح على هناك. زكية دي مين؟ مراتي. وهاخد عبد العليم وعبد الرحيم وعبد الرحمن وسنية وصفية ورفية وناخدهم معانا. مين دول؟ ولادي من زكية. هنروح كلنا هناك على الفرح ونشوف البوفيه ده شكله ايه، وناكل لما نشبع، والباقي نبقى نفرقه عليك رحمة يوم الجمعة. برضه بقول له رحمه. انت راجل، انت احسن لك ابعد عني. انت طلعت لي منين؟ انت اللي طلعت لي منين؟ انت اللي طلعت لي منين يا اخي؟ مش شوارع ماليه البلد انضف مندي وافكه مندي كمان؟ ما يحلكش تموت غير في الشارع اللي فيه تراب ومطبات ده. طب نقي شارع حلو وموت فيه. نقي شارع حلو. ده الواحد لما بيروح لوكنده بينقي الاوضه اللي هينام فيها، بينقي فيها شمس، فيها هواء، فيها ميه حلوه. انت ما تنقيش الشارع اللي هتموت فيه. برضه بيقول لي نقي. نقي يا اخي، نقي نقي. طب عارف انت بقى لو ما وعدتش من وشي انا هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هشيلك احطك على الرصيف اهو، واخلي عربيه تمشي عليك رايح جاي 7 مرات. طب ما تخليها 8 مرات. اشمعنى 8 دي؟ 4 رايح و4 جاي. انت بتتريق؟ ده انا هخليهم 80، هخليهم 90. خليهم 900. اشمعنى 900؟ 450 رايح و450 جاي. انت راجل بتهزر؟ تعالى بقى انت. ايه يا عم انت؟ اسمع. ايه اللي افترى بتاعك ده؟ اسمع، انا سكت لك من الصبح. انت هتنام يعني هتنام، وهتموت يعني هتموت، وبعد ما تموت تشكرني. فاهم؟ بعد ما تموت تشكرني، لان انا غطيتك بالجرنان، جرنان صابح لسه ما قريتوش بتاع النهارده. خلي عندك دم، خلي عندك انسانيه. انا غطيك في مماتك وانت ما تغطينيش في حياتي. بص عليك اخس انت يا اخ. عاوز ايه؟ هو بيت ابو بطاطا في ايه؟ عاوزه ليه؟ اصل انا كنت بشكك منهم وعايز ادي الفلوس لبنتها. هات الفلوس. ليه؟ هو انت بنتها؟ انا زقزوق. خلاص بتبقى مش بنتها، انا لازم اديهم لبنتها. طب خلاص روح لبنتها. حبيبتي يا ابو بطاطا. حبيبتي. حد قال لك ابو بطاطا ماتت؟ يا حبيبتي يا ابو بطاطا. اشكر وحدك 60 نيلة عليك وعلى ايامك. اهدى واسمعني. اعلم هتعمل ايه؟ هات الجزمة. هتعمل ايه؟ هات الجزمة. اعمل معروف. مفيش جزمة يا سيدي. اعمل معروف. انا ورايا خطوبة الليلة دي. عارف يعني ايه خطوبة؟ يعني ناس رايحة وناس جاية وعالم متلتلة مستنياني ومسؤوليات. يا سيدي اعمل معروف. انت هتخطب؟ ايوه يا سيدي خطبت. ما انا بقول لك ايه من الصبح. طب اقعد يا رب. خطبت النهاردة. اعمل معروف. طب اقعد يا رب. ده كان يوم اسود، يوم ما نزلت اشتري الجزمة دي النهاردة. ايش يا رب؟ انت خطبت؟ راح تخطب؟ ايوه. يا راجل ساهل. ايه؟ ساهل يا شيخ. ساهل ده ايه؟ بلا خطوبه بلا وجع قلب يا شيخ. خطوبه ايه وباب ايه؟ ما احنا خطبنا واتجوزنا وخلفنا،
خدنا ايه من الجواز؟ خدنا ايه من الجواز غير الذل والبهدله وقله القيمه؟ انت عاوز يا راجل تبقى قليل القيمه؟ عاوز تقل قيمتك على اخر الزمن وانت راجل محترم؟ ده مالك انت من الجواز؟ ايوه بس اصل هو اصل ايه وفصل ايه يا راجل؟ ايه حل؟ ده انت جاتك الموته دي ستر وغطا. ستر وغطا؟ امال ايه؟ وقدامك لسه بقى الشبكه والمهر وبعدين حطلقها وتدفع نفقه وحكايه. أيوة. ولما تخلف بقى العيال بقى ده سخن وده برد وده بيكح. أيوة. وده عاوز استيكة وده عاوز قلم وده عاوز كراسه وده وعاء وده ايه وده وده طول النهار بالشكل ده. حاجه تقل القيمه يا راجل، حاجه تقل القيمه. انت مالك انت امال البهدله دي؟ ده تعرف حضرتك اعرف ايه؟ لو انا لو تعرف بس انا استلفت قد ايه عشان حكايه الخطوبه دي بس عشان تتجوز. انت تبقى تافه. ايوه انا تافه. راجل هايف. ايوه حد يستلف يا راجل انت عشان يتجوز؟ ما هايف انت. انا هايف. وايه بقى؟ ده انت موت دلوقتي وهيكتبوا بكره نعي في الصفحه الاخرانيه عشانك. أيوة. صور بقى لما يطلع لك نعي صفحه بحالها وبرواز اسود كده. حد يسيب شهره زي دي؟ لا ما هو دي نعمه وجات لك. أيوة. تتبطل على النعمه؟ لا هو عشان بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ايوه الشاهد ينام وتوكل على الله. يلا انت راجل انت عمال تسرح بيا يا راجل انت من الصبح؟ انت عاوز تموتني ليه يا راجل انت؟ انا انت ايه؟ انت اكيد مش مجنون انت عارف؟ نعم. انت سايبانك في الشارع كده خطر على الامن العام. طيب انا هوديك مكانك الطبيعي. عارف مستشفى الامراض العقليه؟ لا ده انا هوديك في 60 داهيه مش امراض عقليه، انا هوديك في 60 داهيه كمان. لا دي مش محتاجه داهيه ولا حاجه، دي جنحه. جنحة؟ هي ايه دي؟ انت بتشتغل ايه؟ ها؟ انا بشتغل حاجب وفاهم في القانون كويس جدا، دي جنحة. جنحة؟ مال. لا دي جناية. لا جنحة. جناية. جنحة؟ بقى تغطي وشي بالجرنان وانا ميت وتقول لي جنحة؟ ايوه جنحة. اتريني اول ما فقت انا كمان لقيت الجرنان على وشي، افتكرت نفسي في الجريدة براجع بروفة الجرنان، اتاري سعادة البكة النفس في الجرنان عاوز يموتني. طيب اوعى. فين؟ اوعى هكلم خطيبتي في التليفون. مش هناك. مال فين؟ هي جايه دلوقتي. جايه فين؟ جايه هنا. هنا؟ انت بلغتها ان انا مت؟ طبعا. هي جايه دلوقتي في السكه. سكه ايه؟ سكه بالبيت يعني. طب بس هحكي. وبعدين بقى هيجي وراها الاسعاف وبوليس النجده وقطافي وعربيه الرفق. الا قول لي بالحق. نعم. نعم. انت مش عارفك بنمره خطيبتي. ما انت اللي اديتها لي. انا اديتها لك؟ ولا انت خدت المحفظه مني ولا نايم؟ محفظه؟ اطلع بالمحفظه. انا ما اعرفش. اطلع بالمحفظه عيب. انا ما اعرفش. راجل كبير وايدك خفيفه. انا ما اعرفش ان معاك محفظه. ايه؟ هات المحفظه. محفظتي ايه؟ ما انا عرفت نمرتها منين؟ انت قلت لي على النمره وانت ميت. وانا ميت؟ ايوه. طيب. ممنوع. ممنوع؟ ممنوع اكلم خطيبتي؟ خطيبتك جايه لك هنا دلوقتي خلاص. يا راجل انت ايش عرفك انت انها جايه هنا؟ انا كلمتها في التليفون وجايه لك لحد هنا. لا انت بتتكلم جد؟ طب امال يعني بهزر؟ انت قلت لخطيبتي ان انا مت وجايه هنا؟ وكل العالم هيبقى هنا. ده هتبقى ايه؟ ده انت هتنبسط انبساط بقى والزحمه واللمه ولما يشيلوك بقى ويهتفوا وحكايه. بقى هيشيلوني ويهتفوا. طبعا. عاوزهم يشيلوني ويهتفوا. ايوه وتبقى فرجه وانت تتفرج مش كده؟ ايه مش عارف ايه يا مرسي؟ مرسي؟ مرسي مرسي مين؟ مش عارف مرسي مين؟ مرسي مين؟ مش انت عاوزها تبقى زيطه ولما وتجيب خطيبتي في الشارع والناس تشيل وتهتف وتفرج امي لا اله الا الله عليها يا مرسي؟ مرسي مين بس؟ ليه كده يا مرسي؟ اقعد اقعد يا مرسي. مرسي مين؟ كويس ان انت جيتني قبل الخطوبه. مرسي مين؟ انت بتطلع لي في الليل 20 مره. مين؟ طول الليل اقول مرسي. مرسي مرسي ايه؟ مش انت مرسي؟ مرسي مين؟ مرسي اللي عاوز يتجوز ليلى. مين ليلى؟ ليلى خطيبتي. طب انا مش مرسي. انت مرسي ابن طنط نبويه. نبويه مين؟ نبويه امك اللي كل يوم والتاني رايحه تذلني بفلوسك، تقول لي امي ليلى خدي مرسي ابني ده فلوسه قد كده، ده اللي هيستتها. عاوز يفرق قلبين يا مرسي انت وامك طنط نبويه؟ حرام عليك حرام عليك يا ابن نبويه. امال ليلى مين؟ ليلى خطيبتي. ونبويه؟ امك. انا ما اعرفش الحكايه دي خالص. مرسي اول مره اسمع ان اسمه امي نبويه. لا يا شيخ مرسي هتستهبل عليا؟ ده انا هقطعك حتت
انا مش هسيبك لما يجي بوليس النجده. انا هجيب لك بوليس النجده يا مرسي. انا هجيب لك مرسي. مرسي اطلع لي يا ناس. انت اللي هجيب لي بوليس النجده؟ ايوه. ارجع بقى. انت قد قد المسكه دي. بقول لك هسالك اسكت الترخه. سيبيه يا بطاطا معلش دي خطرفه تموت. بقى عاوز تموتني عشان تتجوز خطيبتي. يتجوز خطيبتك؟ سيبيه دي خطرفه تموت وبتدلع معلش. سيب ايدك. مش سايب ايدي. سيب ايدك. مش سايب ايدي. اوعى يا بطاطا اوعى يا بطاطا. سيب ايدك. ايه هتعمل ايه؟ اوعى يا بطاطا اوعى يا بطاطا. سيب ايدك. مش سايب ايدي. محكمه ياما. ايه ده؟ ناس ما تجيش الا بالشخ. ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. طلبي لي البوليس يا بطاطا. هي فيها بوليس؟ ايوه. لا انا ماشيه بقى. صباح الخير يا بطاطا. صباح الخير يا عم حلمي. خد يا بنت الفلوس اللي عليها ايه؟ ومستعجل ليه يا عم حلمي؟ معلش بقى يا بنت البقيه في حياتك. في مين يا عم حلمي؟ في امك يا بنتي. امي؟ ايه؟ مين اللي قال لك؟ الراجل ده هو. امي ماتت؟ امي ماتت يا عم زقزوق. انت موت امي. موت امك ولا حاجه. امك هناك. امك هناك. روح لها هناك. ايه العالم دي؟ الله 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 الله. ده انت قتل قتل يا مرسي. ده انت عمال تقتل كل شويه واحده. مرسي مرسي اوعى بقى اوعى بقى احسن لك. اوعى انا هجيب الجزمه. انا اللي هروح اجيب لك البوليس. تعالى اوعى اوعى تمسكني. احسن لك اوعى تمسكني. اوعى تمسكني. بقول لك اوعى تمسكني. يا هودة يا حبيبي. أي محمود يا خطيبي. الشارع هو هو والكشك هو. يعني الحكاية مظبوط. الله. أمال أنت فين يا محمود يا حبيبي؟ أنا هو يا ليلى. أنا هو يا ليلى. ده أنا سمعت صوت بيقول أنا هو يا ليلى. إيه ده؟ ليلى. أنت فين يا محمود؟ أنا هنا يا حبيبتي. أنا فين؟ أنا مش لاقيهم خالص. أنت فين؟ تعالي هنا يا ليلى. اجيلك فين؟ انا في الاسعار. تعالي جايلك يا حبيبي. جايلك. اهلين يا ليلى. ليلى 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 خليكي مكانك من فضلك. انت حي؟ نعم. انت حي؟ ما انا واقف قدامك هو الميت. ممكن في ناس كتير بتتكلم وهم ميتين وصوتهم بيطلع من آلة التسجيل. يا سلام. طيب طيب. يعني انا مش فاهمه. ثم انت ماسك خطيبي ليه؟ ما تفتحي انت رخرة كويس. شوفي مين الماسك التاني. طيب انت ماسكه ليه؟ قولي كده بقى. ايوه اقول لك انا ماسكه ليه بقى. بصي له كده كويس اهو. شايفه مين ده؟ مين ده؟ شبه مين بيجي لكم البيت؟ معلش. مش ده شبه طنط ابويا؟ نعم. مش ده مرسي؟ مرسي مرسي. مش ده مرسي؟ مرسي. انا مرسي يا مدمزيل. لا طبعا. الحمد لله هديت رسيت اطمنت. قولي له بقى ينام. ينام؟ أيوه. ينام فين؟ ينام بس دلوقتي. هو عارف بس انت قولي له. هو عارف على طول هيمشي. ايوه بس افهم ايه الحكايه يعني. ينام. حضرتك عاوز يموتني بالعافيه يا ستي. يموتك؟ يا نهار اسود ليه؟ اسمعي يا منزيل. أيوه. خليكي عاقله وباين عليكي ست عقله وعقلك كامل. شكرا. بس خطيبك ده بنص عقل. ايه بنص عقل؟ ايه من فضلك اكلمك. استنى انت يا محمود. استنى انت يا محمود. اتفضل يا استاذ. يخلصك. أيوه. يبني سعادته على تعاسه غيره؟ لا طبعا. يخلصك ابقى شهم معاه وهو ندل معايا؟ طبعا لا. يخلصك اغطيه في اخرته ويكشفني في حياتي؟ لا. طب اتفضل قولي ينام. بس افهم ينام ليه؟ هو عارف. طيب مش افهم ايه بس الحكايه يا محمود. انا فاهمك يا ليلى. شوف يا ستي. ايه هتعملها ايه؟ هفهمها. ما دي لازم حد يفهمها. أيوة. يكون فاهمها. لان دي ما تفهمش لما حد يكون فاهمها يفهمها. فهمت انت الاخر؟ طب وليه بقى انت تفهمها عن اذنك؟ ايه بس ما انت تفهمها وبعدين تنحاز لك وبعدين تضيع المحكمه. لا محكمه. يا نهار اسود انت اختلست صح. بس قبض عليك يا محمود. مين قبض بس... عليك الا في يوم خطبتنا يا حبيبي. اه يعني حد قال لك ان انا اختلست؟ هو مين اللي وراك ده؟ انا قلت لك حاجه من وزير. هو لا انت ما قلتش محمود. عينك بتقول كده. على العموم لو كان قبضوا عليك انا مش هزعل.
نعم مش هزعل. مش هتزعلي لما يقبضوا عليا يا ليلى؟ لا طبعا يا محمود، مش ممكن ازعل ابدا. اصلي حبيبي لما تموت مش احسن ما بعد الشر لما يقبضوا عليك؟ مش احسن ما بعد الشر بعد الشر الف الف مره، زي تموت زي ما واحد اسمه زقزوق ولا مرزوق كلمني في التليفون وجابني هنا على ما لوش وقال لي انك مت. انا زقزوق يا ابو الوزير، حضرتك ودي فرصه سعيده جدا. ده انا اسعد والله. الله يخليك، ده انا سعيد جدا بمعرفتك. والله انا اكتر. ارجوك يا مزير، انت خبطتني بصراحه بقى. لا معلش، بس ارجوك بقى تخليكي معايا في البلوى اللي انا فيها. ما تقولش بلوى، خليكي معايا في المصيبه اللي انا فيها. ما تقولش مصيبه كمان، خليكي معايا في الوحله اللي انا فيها. ما تقولش وحله كمان دي. الله يخلصك. اكلم البوليس والاسعاف. ما قلتش حاجه ليه المره دي؟ وزمانهم جايين دلوقتي. بوليس واسعاف جايين دلوقتي. يجوا ليه؟ بسالي بقى قولي له. يجوا يعني ها؟ البوليس والاسعاف يجوا. اه ست، البوليس يجي عين والاسعاف تيجي عشان تشيل الجثه. جثه؟ اه جثه مين؟ جثته، ما هو عارف انها جثته. الله، بيقول جثه مين يا محمود؟ جثتي. يا نهار اسود، انت قلت شفت؟ انا ما قلتش حاجه، الست لوحدها استنتجت كل حاجه. ما تقوليش بقى دي محتاجه واحد يفهمها، عشان انا اللي لازم افهمها، عشان هي مش هتفهم الا اذا انا فهمتها اللي هفهمهم لها عشان هي ما فيش انتوا لخبطوني معاها. وانا كمان انتوا لخبطوني. معلش، دي الحمد لله مخها يفهم بلد، دي تفهم في الكفت. اهلا يا بالبزيل. اهلا يا استاذ. انا سعيد جدا بمعرفتك. والله حاجة. انا اكتر يعني ممكن. ما تتصوريش السعاده اللي انا فيها دلوقتي عشان اتفرجت او تعرفت على واحده زي حضرتك. يعني الله، انت خساره في البني ادم ده. والله عندك حق، والله العظيم انت خساره فيه. يعني ده أيوة. ده يعني ده مصيبه. مصيبه انت تودي نفسك في ده مع حضرتك واحد زي شايف كده يعني. اه طبعا. اه معلش، طب اتفضل قول لي قال لك ايه. خليكي بقى من انا معاك على طول. يرضيكي. ايوه، بعد ما ينام وهو ميت. ايوه، وابلغ البوليس والاسعاف انهم يجوا، يقوم من ورايا يصحى ويقرا الجورنال. اه ده كلام. فهمت. شفت؟ دي حاجه ربنا ان شاء الله هيرزقك بابن الحلال. الله يخليك يا الله يخليك يا ستي. الله يخليك. انا سعيد جدا بمعرفتك. والله ما تصورش قد ايه انا سعادتي بيك. يعني انا عاوز ازورك ان شاء الله. ليلى 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 ليلى، ايه يا محمود؟ انت واقفه بتعملي مجاملات. ايه بس في افهمي ايه؟ انت معناه ايه؟ فاهمه؟ لو انت صدقت الراجل ده معناته ايه؟ لا لا، معناته ان انا هنام في الشارع وسعاده البيع هيغطيني بالجورنال. جورنال بتاع النهارده والله يا مزمزي. ميرسي قوي يا استاذ. ميرسي قوي؟ ده انت هتقف في جنب صوتي وتعيطوا ويجوا يشيلوني. طب وفي ايه يا حبيبي؟ مش بس علشان الراجل الطيب الامير ده ما يطلعش بلاغه كذاب قدام الحكومه؟ يا سلام يا سلام، انت ربنا بعتك ليا نجده من السماء. اصلك انت ابن حلال وانت كمان. الله يخليك. انا سعيد بمعرفتك. انا اكتر. انا لازم ازورك في ظرف يومين او ثلاثه بكثير. لا ده انت لازم تيجي النهارده. انا مش عارف الواحد، انا حاسس بانشراح النهارده. ليلى ليلى، ايه انشراح ايه وكيفك ايه؟ ايه يا محمود، انتوا بتعملوا مجاملات على حسابي؟ مجاملات ايه بس؟ فيها ايه يعني بس؟ لما تمثل انك انت مت، مش انت طول عمرك غاوي تمثيل؟ جات لك فرصه بس مثل بقى على الطبيعه، ورينا شطارتك. كان ايام الكليه وايه هوايه. طب معلش مثل وخلاص. وايه بقى يا مدبزين؟ ايوه، ده لو عرف يمثل الدور ده كويس وعمل ميت بصحيح. ايوه، تاني يوم هياخدوه بتوع السينما بقى ويدوا له بطوله فيلم الفتى الميت. يا روحي. اه الفتى الميت. الفتى الميت يجنن. اه والحان بقى وحاجات بقى، وصورتك بقى تطلع في الجرايد ويكتبوا. ايوه ايوه، ما انا عارف، هتطلع في صفحه الوفيات ومات. ان شاء الله. محمود، نعم. اوعى تندمج لغايه ما تموت يا حبيبي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا، ده تمثيل في تمثيل بس، فاهم ولا لا؟ قدامك فين يا ليلى؟ ما تندمجش في الموت. انت مصدق الكلام ده؟ يا ستي ما هو ميت جاهز هندمج. ده ميت. شفتي الميت جاهز؟ ميت. لا هو مش هيموت ولا حاجه يعني. أيوة. هيمثل لك دور ميت. طيب. على ما البوليس والاسعاف يجوا ويعملوا اللازم، وبعدين هيجي الفرح بتاعك. الله يخليك. على فكره من فضلك من فضلك يا استاذ. ايوه فن. اهلا، لو سمحت تشرفنا. أيوة. النهارده في الفرح باذن الله. أيوة. هجيب انا وزكية جايين. مين زكية؟ الاولاد بتوعنا. الجماعه. الجماعه. ايوه كلهم. والاولاد والحاره نجيبها لكم ان شاء الله. والحاره كلها ان شاء الله زي بعض. اهلا وسهلا. سعيده جدا والله. احنا والله انت في بوفيه كبير قوي. انت خساره في الراجل ده. اما طبعا احترم نفسك احسن لك. احترم نفسك، انا سكت لك من الصبح. انا اسف. يا خرابي محمود. نعم. ده انا ناسيه. ناسيه ايه؟ ده زمان ماما قالت لكل المعازيم انك مت. وزمان الكل جه هنا وقال لي انك اتوسط على الصوان كمان. صوان؟ انا لازم اروح دلوقتي عشان اقول لها الحكايه. ايوه بس في صوان؟ في صوان. عن اذنك اوعى تنسى. باي باي. مع الف سلامه. متشكره قوي. انت هتمشي وتسيبيني معاها يا ليلى؟ صوان؟ بتقول لك في صوان؟ خليك معاك. ايه؟ نعم. بتقول لك الصوان هيتعمل؟ معلش. نعم. انا في ايه؟ نعم. يا راجل انت بعيد عني. لا انت اشتريتني. نعم.
نام نام نام. دي مش حكاية يا أخي، خليك مطرحي. ده كل اللي انت هتنامهم 3 دقايق، كتمة نفس 3 دقايق، وتموت يعني 3 دقايق، لحد ما البوليس والأسعاف يجوا ويثبتوا الحال، وبعد كده تبقى تقوم بقى في المستشفى عليهم وتعمل اللي انت عايزه. ادي كل المسألة. تعرف لو ما وقعتش من قدام انا هعمل فيك ايه؟ نعم. اصل انا نسيت اقول لك ان انا بطل كاراتيه. ايه ده؟ فاهم؟ في كاراتيه. سف ايدي في الحيطة. ينفد عجلان. الحمد لله ما فيش هنا لا حيطة. نطيتي فوق 50 متر. في الارض احفر 50 فدان. طب بقول لسيادتك ايه؟ ايه؟ ما تحفر وتستنى تحت على طول. ليه؟ عشان تتوفى. تتوفى؟ اه. خلصني بقى الله يخليك. خلصني بقى. إيه؟ اتفضل نام شوية. انا بعمل ايه يا راجل انت؟ هم كتمة نفس لمدة 3 دقايق. لحد بس ما البوليس يجي يعاي ويثبت الحالة، وبعد كده تروح بقى لما تروح المستشفى ودوك هناك المستشفى ابقى اصحى وديهم بقى في الكاراتيه بتاعك ده. ايه رأيك بقى؟ لا عشان خاطري هو. لا ما تسرحش بيا يا راجل، ما تسرحش بيا. الله يخليك. ابوس ايدك. ايه؟ ابوس ايدك. حرام عليك. ده انت راجل دلوقتي رايح تخطب، لكن انا عندي 3 اولاد، عندي عيله. يرضيك يعني؟ يرضيك ايه؟ يطلع بلاغ الكذب وروح فيها؟ فيها ايه يعني لما تكتب نفسك لمده 3 دقايق؟ دي بسيطه جدا يعني، وتخدمني في الخدمه دي. يلا يا سيدي يلا يلا اتكل على الله. يا اخي يا اخي بالعن، انت طلعت لي منين يا سيدي؟ ما تدوخنيش بقى، نام قبل البوليس ما يجي. اعمل معروف، سيبني اروح. ابوس ايدك انت بس، انا خليني اجهزك واحنا هنعمل كل حاجه. تجهز ايه؟ الله، قبل البوليس ما يجي. طب سيبني. طب اتفضل. هو عشان انت راجل طيب. الله يخليك. ونيتك سليمه. الله يكرمك. وعشان خاطر الست ليلى تفرح بيا اما اخد فيلم البطل الميت اللي انت قلت عليه ده. اه طبعا طبعا، هعمل اللي انت عاوزه ده. الله يخليك. عشان انقذك كمان. شوف انت هتخدم لي خدمه كبيره. تصور بقى دلوقتي لو البوليس جه والاسعاف وما لقوش الجثه. هيسالوني طبعا. فين جثه الميت؟ اقول لهم راحت فين؟ راحت تتفسح وجايه؟ راحت تخطب وجايه؟ لا ما يصحش. راحت تاخد لها حمام وجايه؟ لا ما يصحش. كلام ما يصحش. ربنا يخليك ويديك الصحه ويبعد عنك ولاد الحرام. طيب اتفضل. طب سيبني. طيب خلاص. طب قلت لك خلاص يبقى خلاص. طب اتفضل. اتفضل ايه؟ ما اسمع بوليس. انت بقى ايه ده؟ طب مش واقف ومش قاعد وماشي ماشي عنك. اسمع بقى اسمع بقى، انت نرفزتني. حرام عليك عشان هتنرفز عليك بعد كده وقت لك بحق بحقيق. نعم. طيب ما انا هنام. قلت لك الله، اما يجي بوليس النجدة واسمع صوته هبقى نام. الله، ما بوليس النجدة هيجي على سهوه، فهيجي لقينا مش جاهزين، فانا هجهزك وتنام وتكتب نفسك وكل المسائل تنتهي. تجهزني؟ اه، وبسرعه بسرعه كله هيخلص. يلا يا سيدي. طب اوعى اوعى. طب نام بقى كده. وده اهو انا كويس كده، لما اول ما اسمعهم هنام على طول. اسمع كلامي بس. يا اخي يا اخي، انت ما تعرفش ان انا بنام على ظهري، قلبي بيفوت. يا سيدي دي كلهم 3 دقايق، خليهم دقيقتين. 3 دقايق؟ اه. انت ليه قلت لي 3 دقايق؟ فيها ايه؟ انت ما تعرفش ان الاكسجين لما ما يوصلش المخ لمده 3 دقايق المخ بيتحول الى بلوزه؟ طب كويس. كويس ايه؟ بلوزه جات لك من السماء وتاكلها. اكلها؟ اه. لا انا مش موافق. ارجوك ارجوك، دول كلهم دقيقتين. اه دقيقتين معلش. خليهم دقيقتين بس، بحبحهم شويه لحد ما البوليس يكتب ويثبت الحاله، واوام اوام وكل حاجه تمشي. انا وانا هوصلهم لك يخلص كل المسائل دي بسرعه. طيب يعني اطمن. طيب يلا بقى. قلنا انا غطيك. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا يلا استنى بس. استنى. انت قلت ان انت هتوصيهم يشيلوني بسرعه؟ ما لو شالوني بسرعه يبقى معناها مش هيحاولوا يشوفوا عليا، ولو ما كشفوش عليا يبقى معناها هيكلفتوني، ولو كلفتوني يبقى معناها هيروحوا دفنني على طول، ودفنوني يبقى معناها مش هقدر اثبت نفسي ان انا حي، يبقى انا نص ساعتها اعمل ايه؟ طمن، انا راجل بشتغل في المحاكم وعارف القانون، بعد ما تموت اطلع لك شهاده حياه. طيب اتفضل. طيب اتفضل. طيب اتفضل. نعم بقى. ايوه كده اهو، ده ايديك اهو، ده انت رجليك اهو. سيبني بقى اغطيك بجرنون. طيب 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 اكتب نفسك. طيب اكتب نفسك. بقول لك لا ما تردش عليا، بقول لك اكتب نفسك. طيب عيني راحت عيني راحت. سيبك. انت بتهرب ليه؟ انت
مش عاوزك ترد عليا. طيب طيب اكتم نفسك. مش انت اللي بتتكلم، انا هرد عليك. اسكت انت الاول. طيب حط الجرنان. حاضر. هات جرنان مفروض شويه، ما تجيبش واحد متنيل كده. موت بقى. خلاص موت. ما انا خلاص موت. هو في ميت بيتكلم؟ طب اسكت انت الاول. طيب ايه في غلطه يا سيدي؟ غلطه رهيبه عشانك انت يا سيدي، نبقى نصلحها بعدين. ما ينفعش. بس تندفن الاول وبعدين نصلحها. ادفن وبعدين تصلحها. يا راجل عشان مصلحتك. ايه ازاي بقى؟ العربيه صدمتني في اخر الشارع وهوب راحت نطراني فوق الدكه على طول. من الصدمه. صدمه العربيه؟ لا، الصدمه النفسيه. والصدمه النفسيه بتجيب الناس فوق الدكه على طول. اوف انت غلبتني معاك، انا مش عارف اعمل ايه. طب نورني، قول لي. انا انا بتكلم عشان مصلحتك اهو. طب نورني. صدمه نفسيه. ايوه خلاص، انا هنام هنا على الرصيف. نام على الرصيف، نفض لي الحته دي. حاضر. ونايل اتنين. انا نفض لك الصدمه النفسيه. انت قلت ايه؟ 16 متر اللي هي بتاع بوم بوم. 16 متر يعني لو جه كده. اتفضل. ممكن ايه؟ يسقط هنا. اتفضل. ونفسيه يبقى دماغي هنا. طيب يا فندم. اوعى اوعى بقى ما تلخمنيش. طيب انا مش ايوه بس بقول لك ايه بقى. ابلع نفسك وما تطلعوش. طيب يعني ابلع وكده بس، خليك على كده. لا ما تطلعوش. ما تطلعوش. ما تطلعوش. ما اللي عنده اللوز. طيب ما تبلاش كده. امال ايه؟ ابلع وما توقف النفس. وشي انت بتعدي في وشي. بس لا فايته رهيبه اميل من اللي فات. انت نمك ليه؟ ده انت نمك ليه؟ يا راجل انت عشان مصلحتك. انت نمك ليه؟ ما تموت بقى. افرض دلوقتي جم سالوك قالوا لك ايه اللي نطروا على الرصيف، هتقول لهم ايه؟ الصدمة النفسية؟ لا العصبية. طب مش تقول كده من الصبح انها عصبية؟ تعالى تمغبر. مدام عصبية يبقى دماغي هنا؟ طب اتفضل. خد اي حتة انام فيها. الشارع فاضي قدامك اهو. بس ما تقومش. طيب اخر مرة دي اكتم نفسك. ابلع ريقك. سكوت بقى خلاص. نام بقى. ولا كلمة. ها؟ ما تتكلمش خالص. ما تتكلمش. عم زقزوق الحقوا البوليس جه. خلاص اسكت اسكت. بعيد 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 بعيد. خلاص. اوعى تيجي ناحيته، ده لحسن بيتصلبط. لا مش حاجة. بيتصلبط؟ قصدي بيتلخبط انه ميت. ما تجيش ناحيته خالص. بيتلخبط. خلاص خلاص انت ما تجيش دعوة. السلام عليكم. عليكم السلام. فين الجثة؟ اسأل عم زقزوق. انت عم زقزوق؟ ايوه فندم. فين الجثه؟ هي اللي نايمه على الرصيف ده يا فندم. هي دي؟ ايوه فندم. مش هتشيلوها؟ لا ما نقدرش نشيلها، لازم البوليس يجي يعاين الاول وبعدين نبقى نشيل الجثه. طب ما تشيلوها الاول وبعدين البوليس يروح لكم هناك. ممنوع، ما نقدرش نشيلها. البوليس جه. السلام عليكم. سلام يا فندم. عبد جد؟ ايوه يا فندم احنا موجودين اهو. امال فين المصاب؟ انت؟ لا يا فندم انا صاحي، المصاب هو اللي مرمى على الرصيف ده يا فندم. مش تشوفوا الراجل يمكن يكون لسه فيه الروح. مين قالك فيه الروح؟ الله ابعد انت. هدي نفسك هدي نفسك. الله ده عايز تفضيني في داهيه. هدي نفسك. اصلا بتتكلم كلام خطير يا فندم، بتقول فيه الروح. ما فيهاش حاجه يا اخي، ما يمكن صح. ومعقول يا فندم يبقى فيه الروح واعمل بلاغ كاذب اودي نفسي في داهيه؟ الله. ومين حضرتك؟ انا زقزوق المحلاوي. المبلغ. ايوه يا فندم. هنزل سيادتك. في ايه؟ مفيش نبض خالص يا فندم، ميت. جدع جدع جدع، برافو جدع جدع. انت بتكلم مين؟ انا ما بكلمش حد، ده انا بقول يعني اصله كان جدع صغير، لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمه. طيب شيلوا الجثه لحد ما نبلغ النيابه وتتحول للتشريع. حاضر. نقلها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الاسعاف تقدمت جدا. طبعا مالي الاسعاف تقدمت. طبعا اهم حاجه في رجل اسعاف. ايوه السرعه وخفه الحركه. يا سلام. عن اذنك. طيب يا فندم. شلونك؟ الحقوني شلوني. مش محقوني. يا خبر اسود. الحقوني. تعال لا حول ولا قوه الا بالله. الجنيطه بتاعته الجنيطه بتاعته. اهم حاجه
مش قلت لك؟ ايوه. ان اهم حاجه في رجل اسعاف ايوه السرعه ايوه وخفه الحركه. اه على اذنك. حاضر. اوعى تقع تاني. برافو برافو. مردودالك مردودالك. جرالك ايه يا زازو افندي؟ نعم. بتكلم واحد ميت؟ لا افندم، انا هو كان ميت لحد ما جيتوا انتوا اثبتوا الحاله. ايوه. انما متهيألي بعد كده يمكن صحي. ما هدي يعني هي مساله تهيؤات، احيانا بتحصل ان واحد يموت وبعدين يصحى، يعني ما هياش غريبه يعني. انت شفته هو صاحي؟ لا ما شفتوش، لكن انت شفته هو بيتحرك؟ لا انا يعني ما 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 يعني ما يعني ما ما متهيألي كده يعني بتحصل، يعني ممكن يكون لسه فيه الروح يعني. ما 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 مشتك تتاكد تادي وتكشف عليه. ممكن برضه، عشان يعني بتحصل كتير في ناس بتموت وبعدين تصحى. مش ممكن يعني، لازم يبقى في ميت. ميت؟ ايوه ميت. انت متأكد انه ميت؟ 100%. واضح انه ميت من الصدمة العصبية، لان مفيش اثار دم. ايوه الصدمة العصبية دي، دي احنا عاملينها سوا، حكاية الصدمة العصبية دي عشان الظاهر عليه وراه هيجنن من الصدمة العصبية. عشان ده صاحي، ده صاحي يا ناس، صاحي ده صاحي. وانت ذنبك ايه يا عم زقزوق؟ دي اسم ونصيب واعمار. ده صاحي يا بطاطا، ده صاحي صاحي. بكره اسمك هيطلع في الجرنان وهتشتهر يا عم زقزوق. مش عايز الشهره، مش عاوز اشتهر على حساب بني ادم يموت. مش عايز حاجه، حتى مش عايز حقي. معقول اللي حصل ده؟ حكمتك، حكمتك يا مسبب الأسباب. Uh-huh.